احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبه المصريه، حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في السفاره المصريه في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم، واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذبه يا اخي، اشتغل الثلاث الجلبتين والثلاث. يا ايه، السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابة 20 جيت 20، مستنيين الطيارة والشباب كلهم مستنيين الطيارة، وبنشكر فخامة الرئيس على الاستجابة السريعة. شكرا لك. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبة المصرية، حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في السفارة المصرية في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم، واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذبة يا اخي، اشتغل الثلاث الجلبتين والثلاث. يا ايه، السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابة 20 جيت 20، مستنيين الطيارة والشباب كلهم مستنيين الطيارة، وبنشكر فخامة الرئيس على الاستجابة السريعة. شكرا لك. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبة المصرية، حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في السفارة المصرية في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم، واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذبه يا اخي، اشتغل الثلاث الجلبتين والثلاث. يا ايه، السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابه 20 جيت 20، مستنيين الطياره والشباب كلهم مستنيين الطياره، وبنشكر فخامه الرئيس على الاستجابه السريعه. شكرا لك. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبه المصريه، حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في السفارة المصرية في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم، واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذبة يا اخي، اشتغل الثلاث الجلبتين والثلاث. يا ايه، السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابة 20 جيت 20، مستنيين الطيارة والشباب كلهم مستنيين الطيارة، وبنشكر فخامة الرئيس على الاستجابة السريعة. شكرا لك. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبة المصرية، حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في السفارة المصرية في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم، واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذبه يا اخي، اشتغل الثلاث الجلبتين والثلاث. يا ايه، السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابه 20 جيت 20، مستنيين الطياره والشباب كلهم مستنيين الطياره، وبنشكر فخامه الرئيس على الاستجابه السريعه. شكرا لك. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبه المصرية، حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في السفارة المصرية في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم، واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذبة يا اخي، اشتغل الثلاث الجلبتين والثلاث. يا ايه، السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابة 20 جيت 20، مستنيين الطيارة والشباب كلهم مستنيين الطيارة، وبنشكر فخامة الرئيس على الاستجابة السريعة. شكرا لك. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبة، احنا دلوقتي مستنيين الطيارة للطلبة المصريين بوابة 20 في المطار. احنا دلوقتي مستنيين الطيارة للطلبة المصريين بوابة 20 في المطار. احنا دلوقتي مستنيين الطيارة للطلبة المصريين بوابة 20 في المطار. احنا دلوقتي مستنيين الطيارة للطلبة المصريين بوابة 20 في المطار. احنا دلوقتي حاليا في الاتوبيس
بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبه المصريه. احنا حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في سفاره المصريه في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم. واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذب يا اخي اشتغل. الجلبتين والثلاث. يا ايه؟ السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابه 20 جيت 20 مستنيين الطياره والشباب كلهم مستنيين الطياره. وبنشكر فخامه الرئيس على الاستجابه السريعه. شكرا لك. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبه المصريه. حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في سفارة المصرية في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم. واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذب يا اخي اشتغل. الجلبتين والثلاث. يا ايه؟ السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابه 20 جيت 20 مستنيين الطياره والشباب كلهم مستنيين الطياره. وبنشكر فخامة الرئيس على الاستجابة السريعة. شكرا لك. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبة المصرية. حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في سفارة المصرية في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم. واحنا مع بعض ركبنا. شغل الكذب يا اخي اشتغل. الجلبتين والثلاث. يا ايه؟ السلام عليكم. احنا الحمد لله وصلنا المطار وبوابه 20 جيت 20 مستنيين الطياره والشباب كلهم مستنيين الطياره. وبنشكر فخامه الرئيس على الاستجابه السريعه. شكرا لكم. احنا دلوقتي مستنيين الطياره للطلبه المصريين وبوابه 20 في المطار. احنا حاليا في الاتوبيس بس لسه الناس ما ركبتش. ادي الطلبه المصريه. حضراتكم احنا متجهين للمطار ومعانا نادر القنصل في سفاره المصريه في بوخارست في رومانيا. شكرا لكم. واحنا مع بعض